أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تصريح صحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي نعرضه لحضراتكم الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أتشرف اليوم بلقاء الأستاذ مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، وأود التعبير عن سعادتي بهذه الزيارة والتنامي السريع والتنسيق بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية بما يخدم مصالحنا المشتركة والأمن والاستقرار الإقليمي. طلبت من السيد رئيس وزراء مصر الأستاذ مصطفى مدبولي بنقل تحياتي إلى فخامة الرئيس السيسي وإلى أبناء شعب مصر العزيز الشقيق الذي تربطنا بهما روابط تاريخية ووجدانية عميقة. لدينا رغبة صادقة ببناء أفضل علاقات والالتقاء بهذا التعاون بين بلدينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين بل أيضا لأنه أمر أساسي لأمن واستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، طالما شكلت مصر والعراق حجر الأساس في هذا التوازن. نحن أيضا نولي أهمية قصوى للجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة التي عقدنا اجتماعا مهما لها في عمان في آب الماضي، ونريد من هذا التعاون الثلاثي أن يتطور إلى إطار مستدام للتكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خصوصا في هذه الظروف والتحديات الكبيرة التي نواجهها جميعا بفعل جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها. كذلك نطلع إلى زيادة التواصل والتنسيق بالمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية بين البلدين والعمل معا خلال هذه المؤسسات من أجل تحقيق هدفنا المشترك بإشاعة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب. مجدداً أنا سعيد بهذه الزيارة وأطلع العمل بشكل سريع مع جمهورية مصر العربية لتطوير التعاون بين بلدينا والارتقاء بها لما يستحق خدمة شعوبنا. أجد ترحيبي بالضيف الكريم وتمنياتي بزيارة مثمرة. شكراً جزيلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الكريم، دولة الأخ الكريم، الأستاذ مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، السيدات والسادة الوزراء الحضور من الجانبين، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أوجه للشعب العراقي كل التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ودعوتنا جميعا للعراق ومصر دائما بالتقدم والرخاء في هذه المناسبات السعيدة. واسمحوا لي في البداية طبعا أن أنقل إلى دولتكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لسيادتكم بكل التوفيق والنجاح في إدارة دولة العراق الشقيقة في هذا المنعطف الهام من تاريخ هذا الشعب العريق. والحقيقة أن شعبي العراق ومصر دائما تربطهم علاقات وثيقة وتاريخية، هناك تشابه كبير جدا في الثقافات والتاريخ وتشارك في العديد من المواقف والقطاعات المختلفة للتنوية. كلتا الدولتين هما دولتي مصب لأنهار، والحضارات العظيمة اللي قامت في الدولتين قامت على ضفاف هذه الأنهار، وبالتالي يعني هناك تشارك كبير جدا في العديد من الصفات والشخصية سواء المصرية أو العراقية، لديهم الكثير من التشابه. الحقيقة النهاردة بنعتبره هو يوم تاريخي للعلاقات ما بين الدولتين، وإن شاء الله بعد هذه الاجتماعات والفعاليات للجنة العليا المشتركة ما بين الدولتين وتوقيع العديد من المذكرات التفاهم، الحقيقة النهاردة أنا شرفت بحضوري أنا ودولة الرئيس مصطفى الكاظمي حضور هذه التوقيعات. إن شاء الله التوجيه للسادة الوزراء بوضع خطة زمنية محددة لتفعيل
وتنفيذ هذه البروتوكولات وتحويلها لمشروعات تخدم مصالح الشعبين بإذن الله. والحقيقة يمكن في إطار هذا الموضوع احنا طبعا تحدثنا وتشاركنا الحقيقة تفعيل القرارات اللي صدرت عن القمة الثلاثية اللي كانت تمت في عمان بحضور جلالة الملك عبد الله ملك الأردن وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبعا دولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، وتم التوافق على ان الخروج بعدد من المشروعات المشتركة للثلاث دول. والنهاردة يمكن تناقشنا في التوافق على عدد محدد من المشروعات اللي ان شاء الله ستعرض في اقرب فرصة على القيادات في الثلاث دول لتفعيل هذه الشراكة والتعاون ان شاء الله ما بين الدول الثلاثة بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة في هذه الدول وأيضا لصالح المنطقة. وعلى المستوى الحقيقة الثنائي تناقشنا في الحقيقة في استعداد مصر بكل الخبرات الكبيرة اللي الحمد لله نجحنا خلال الخمس أو ست سنوات الماضية في تنفيذها في قطاعات البنية الأساسية، الطاقة، الكهرباء، البترول، الغاز، الإسكان، النقل. فالحقيقة يعني توافقنا على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات اللي ممكن تنفيذها من خلال الشركات المصرية والاستفادة من الخبرة المصرية في تحت إطار مفهوم برنامج للنفط مقابل إعادة الإعمار اللي من خلاله ممكن أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ عدد من المشروعات التي تحددها الحكومة العراقية طبقا لأولويات التنمية لديها. وإن شاء الله يمكن توجيهات دولة الرئيس ومع السادة الوزراء جميعا أن يتم وضع شكل لهذه الآلية وكيفية تفعيلها إن شاء الله في أقرب فرصة، بحيث نبدأ من خلالها شراكة ما بين الشركات في الدولتين لتنفيذ المشروعات المختلفة سواء المشروعات التنموية أو حتى المشروعات الاستثمارية بما يحقق صالح الشعبين بإذن الله. احنا يعني الحقيقة سعداء جدا جدا بهذه الزيارة، ومرة أخرى أنا بوجه كل الشكر والتقدير لدولة الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وحقيقي أنا حابب أن أنا أنقل لأشقائنا في العراق نبض الشارع المصري. الشارع المصري يعني سعيد جدا بهذه الزيارة وبيتمنى إن شاء الله أن احنا نرى في الفترة القادمة مرة أخرى عودة قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية. طبعا هذه العلاقات موجودة وتاريخية، ولكن التعاون الاقتصادي ما بين البلدين إن شاء الله يشهد دفعة كبيرة في خلال المرحلة القادمة. يمكن أنا بأكد في النهاية مرة أخرى على أن احنا توافقنا على أن قضية الأمن المائي للدولتين باعتبارهم دولتي مصب هي قضايا أمن قومي مشتركة، وبنؤكد تماما على أن مصالح الدولتين في الحفاظ على مواردهم المائية ده شيء يعني يمس الأمن القومي العربي، وبالتالي ضرورة أن يتم مراعاة دائما مصالح الدولتين فيما يخص من مواردهم المائية إن شاء الله. مرة أخرى دولة الرئيس كل الشكر والتقدير لدولتكم وكل تمنيات الحكومة المصرية والشعب المصري كله باستقرار وسلامة دولتنا وأشقائنا في العراق، وإن شاء الله الفترة القادمة مزيد من النجاح والرخاء والتقدم دولة الرئيس. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، كان هذا التصريح الصحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وأيضا رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي. وما جاء في كلامهما، السيد رئيس مجلس الوزراء قال لدينا رغبة صادقة في بناء أقوى العلاقات استراتيجية للبلدين وللمنطقة أيضا، وقال نولي للجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة أهمية قصوى وسنعمل على تطبيق ما جاء فيها من بنود، وأيضا نتطلع إلى مزيد من التواصل في المؤسسات التعليمية والثقافية والعلمية وكل التفاصيل الأخرى مع الجانب المصري، وأيضا نتطلع إلى تطوير العلاقات المستمرة بين العراق ومصر. أما رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس الوزراء المصري فقال
أنه نقل تحياته تحيات الرئيس المصري السيسي إلى العراق، وأيضا عد هذا اللقاء وهذا الاتفاق اتفاق تاريخي ويوم تاريخي في العلاقات العراقية المصرية، وقال سنوجه الوزراء المصريين المعنيين للإسراع بتحويل بنود الاتفاقيات إلى واقع عملي، وأيضا سنفعل القرارات التي جاءت في القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن. مشاهدي الكرام، جولتنا الإخبارية هذه تبدأ الآن، وهذه عناوينها.